بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر والوطن العربي، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات وبرنامج الرأي الآخر. وطبعا أأسف طبعا للإطالة، ان انا طبعا يعني اكتر من حلقة ما طلعتش، ده كان انشغالي طبعا وظروفي طبعا في زيارة ميدانية طبعا لقرى صعيد مصر، واللي احنا طبعا حققنا نتائج ونتكلم فيها يعني في الحلقة. بس في البداية احب يعني ان انا اتقدم بنعي الى فقيد عائلة آل مسلم بالشهاولة بقرى عربة ابو كريشة مركز المنشأة سوهاج، فقيد العائلة الاستاذ ياسر جابر ابو مسلم الذي وفاته المنية مساء يوم الجمعة. خالص التعازي لأسرة آل مسلم بالشهاولة وإلى كل آل مسلم بجمهورية مصر العربية. في البداية أبادئ ذي بدء، أحب أن أشيد برجال التنمية المحلية في صعيد مصر. التنمية المحلية في صعيد مصر بتقوم بدور كبير ودور بارز وفعال. يعني أنا شخصيا شفت السيد رئيس مجلس محلي قروي أولاد السلامة، ركبت معاه طبعا السيارة المخصصة للتحرك، شفت أثناء الحظر يعني بعد الساعات المعينة طبعا لقفل المحلات، الراجل بيقوم بنفسه طبعا إن هو بيقفل طبعا المحلات، كل ما هو مخالف للحظر بيرصده. أنا قمت بمبادرة اسمها مبادرة مع أهالي القرية. طبعا اتمنى طبعا من السيد محافظ سوهاج الدكتور طارق الفقي ان هو طبعا يشاركنا وان هو يعني يقوم بتفعيل المبادره معانا على مستوى محافظه سوهاج. المبادره بتقوم على كالتالي: تعاونت طبعا بالاتفاق طبعا مع المجالس المحليه، رئيس مجلس مدينه المنشاه، رئيس مجلس قروي الدويرات، رئيس مجلس قروي الزوك الغربيه، رئيس مجلس قروي اولاد السلامه، ان احنا نلم الفيز بتاعه تكافل وكرامه اللي موقوفه. أنا عندي في مركز المنشأة ما يقرب على 2500 فيزا تكافل وكرامة بدعوى تحديث البيانات موقوفة لأسباب تعنتية. لما أنا ألقى إن حالة كانت معاه رخصة قيادة وكان يعمل سائق ويترفض من معاش تكافل وكرامة ويرجع تاني عن طريق الوساطة والمحسوبية بفيزا تكافل وكرامة، دي أسباب تعنتية، وهنا في وساطة ومحسوبية. لما قال ان احد الحالات موظف في الشؤون الاجتماعيه يقول له اعمل لي شهاده تحركات عشان نبين ان انت مسافر او مش مسافر، ويتضح بعد الشهاده ان الشهاده تظهر بتاعه التحركات ان مفيش سفريات للداخل ولا للخارج، ومع ذلك يتعنت موظف في الشؤون الاجتماعيه ومدخلوش في تجديد فيزا تكافل كرامه، ده اللي دفعني ان انا اعمل مبادره. اتفقت مع كل رؤساء المجالس المحليه ان هم يلموا طبعا كل الحالات اللي هي بتاعت فيزا تكافل وكرامه، يلموها عن طريق كشوفات ويسلموها لكل موظف شؤون اجتماعيه في كل مجلس قروي ان يحدث البيانات ويتم النظر مره اخرى. في الحقيقه تدخل معايا النائب فيصل الشيباني طبعا باتصال هاتفي وشرحت له الوضع وقلت له انا عندي اكتر من 2500 فيزا في مركز المنشاه موقوفه باسباب تعنتيه. الراجل تفضل مشكورا وقال لي يا ريت نعمل كشف بيهم، وانا هكلم السيد وكيل وزاره التضامن الاجتماعي او السيده وزيره التضامن الاجتماعي في البت مره اخرى. برضه مبادره اهل القريه حاولت ان احنا ندور على اهم عنصر في القرى، خاصه يعني في الظروف الصحيه اللي بتمر بها الدوله وطبعا كورونا، اللي هي نظافه القرى. نظافه القرى اتفقت ان كل مجلس قروي يحدد يوم لكل قريه ان يجي طبعا بالعربيه المخصصه للنظافه ويلم القمامه والمخلفات من القريه. طبعا فعلنا المبادره ديت على مستوى كل المجالس المحليه في المركز. طبعا بعد تلك الافتتاحيه والمقدمه عن مبادره مع اهالي القريه، اسمحوا لي ان انا ارحب طبعا بضيفي الكريم الاستاذ محمد سلامه عبد الرحمن، رئيس ومؤسس منتدى الشباب الوطني. استاذ محمد، هسال بس حضرتك سؤال. اهلا وسهلا بحضرتك الاول. اسال حضرتك سؤال الاول: دور الشباب ومساندتهم في المشاركات الاجتماعيه لمؤسسات الدوله، اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. نبدا مع حضرتك دلوقتي دور الشباب عامه، ان هم ازاي يساندوا مؤسسات الدوله. تمام، انا مثلا دلوقتي انا كاسكن في مدينه السلام، رحت واتفقت مثلا مع عضو مجلس الشعب عندي ان احنا
هنبتدي نعمل مثلا منتدى الوطني للشباب. دكتور شريف طبعا رحب بالفكره على طول وجمعنا مثلا حوالي 50 60 نفر. قمنا بدعم المحليات ساعد ازمه كورونا، وقمنا زي ما بيقولوا كده على اكمل وجه، ويعني ساندنا اهالي مدينه السلام في ان احنا نطلع بمستوى باسم المدينه كويس، بدل ما الناس مثلا في الاول كانت تعرف عنها اللي هي مدينه السلام في الاول خالص كان يقول لك لا ده كلها مخدرات وستروكس وفهم، كان السمعه وحشه. لا دلوقتي اما الشباب الواعي بس اللي هم اللي ظهروها، يعني بعد ما اللي هو الشباب الغير واعي اللي هم مخدرات دول برضو طبعا من دور الحكومه عندنا خلت ايه ان طبعا عشان شافه شغلها بتنزل حملات دوائر طبعا وتلم اللي هم مراجل ستوكس طبعا اللي احنا ما يقدروش اللي هم يسيطروا عليهم بسبب كثره عددهم او اللي هم انتشروا. تمام. احنا مثلا من دورنا احنا ادينا طبعا نبذه عن مدينه السلام للسيد وزير الشباب والرياضه طبعا ودكتور يوسف الورداني اثناء المقابله، نبذه مختصره عن مدينه السلام وطبعا وعن اللي هو يتم ترخيص المنتدى الوطني للشباب، بس نبدا بس فعالياته. تمام كده. ارجع مره اخرى لمبادره طبعا مهال القريه. كان من ضمن الايجابيات يعني والسلبيات اللي انا لاحظتها طبعا في قرى عربي ابو كريشه، لما الحكومه طبقت الكمامه اجباري شفت التزام من اهالي القريه وعدم التزام من اهالي القريه. لما انا اخش مكتب بريد معروف مكتب بريد القريه القى بعض التزام المواطنين، في حين يعني بعض السلبيات عمدة القرية أو شيخ القرية غير ملتزم بالكمامة. فأنت بتجبرني ليه يعني كممثل مأمور الضبط القضائي داخل مكتب البريد بتلزمني ليه أن أنا ألبس الكمامة طالما أنت مش لابس الكمامة؟ وده كان من ضمن السلبيات. برضو لقيت أن المرأة في صعيد مصر أكثر التزاما في ارتداء الكمامة. شفت طبعا الوحدة الصحية، دخلت الوحدة الصحية بتاعت القرية لقيت ان اكثر الناس او الاهالي التزاما هي المرأة في صعيد مصر. برضو انا عايز برضو اشيد بدور مكتب البريد ورجال مكاتب البريد. في الحقيقة طبعا مكاتب البريد على مستوى الجمهورية طبعا بتقوم بدور بارز وفعال في العملية التنظيمية لمعاش تكافل وكرامة، في موضوع العمالة غير منتظمة، في عملية حث المواطنين على ارتداء الكمامة، كيفية التباعد الجسدي ما بين شخص وآخر ان هو يخش يؤدي الخدمة. والحقيقة كان أول المتعاونين معايا في مبادرة مع أهالي القرية كان بتوع رجال مكاتب البريد. رجال مكاتب البريد طبعا تعاونوا معايا في المبادرة وقالوا ان احنا ممكن نلم كل جاي يقبض مثلا معاش تكافل الكرامة او جاي موضوع العمالة المنتظمة نجمع لك كشوف باسامي الناس اللي هي ايه الاسباب التعنتيه في فيزا معاش تكافل وكرامه. ايضا عايز اتكلم في حاجه تانية. ليه يعني انا عايز اعمل بس استغاثه الى السيد اللواء مدير امن سوهاج ان هو بس يصدر توجيهات ان هو يخصص الارقام بتاعه السلطه التنفيذيه في كل وحده خدميه في القرى. يعني لما انا يعني يرد الي شكوى يعني من احد مواطنين القريه يقول لي ده في مشكله داخل الوحده الصحيه يا ريت سعادتك تتصل لنا برئيس الوحده المحليه. انا اتفق تماما ان رئيس الوحده المحليه له كافه الاختصاصات، فمن حق طبعا زي ما انا اتكلمت قبل كده في القريه ان من حق رئيس الوحده المحليه ان يغيب ضابط النقطه. ماشي اتصال هاتفي معانا معالي النائب عادل شهاب الشريف عضو مجلس النواب عن المنشاه بسوهاج. اتفضل يا سياده النائب. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بيك. اتفضل يا سياده النائب. اتفضل امورني سياده النائب. احنا سياده النائب احنا بنتكلم عن يعني دور النواب ومشكله معاش فيز تكافل الكرامه اللي مقفوله في مركز المنشاه عندنا واللي في عربه ابو كريشه. تعليق حضرتك على الموضوع ده يا سياده النائب. والله هو الموضوع ده فيه شقين. تمام. فيه شقين. الشق الاول ان ال بعض الموظفين في مكاتب الفرعيه في مكاتب الشؤون يعني عمليه الاهتمام بالمواطن برضو فيها ضعف شويه منه يعني. تمام. دي شق يعني تلاقيه في التعامل ضعيف شويه في حكايه التعامل ديت، فدي عايزه مراجعه يعني.
طيب. اما الشق الثاني ان في حاجات المواطن بيبقى مقصر فيها، يعني المواطن بيبقى مسافر مره في الخارج، فده مش من حقه ياخد معاش تكافل كرامه او معاه رخصه قياده او سائق. المواطن عنده رخصه عربيه برضه ما ينفعش ياخد تكافل وكرامه او ممتلكات. نعم، او ممتلكات يا معالي النايب، او ممتلكات طبعا عنده اطيان زراعيه وبيغفل عنها في الشهاده اللي بيجيبها من الجمعيه الزراعيه، وبرضه بياخد تكافل وكرامه. فهي العمليه محتاجه ضمير من كل اللي ليه علاقه بهذا الموضوع، يكون في ضمير. وهو على فكره مشروع تكافل وكرامه ده مشروع ممتاز جدا، ويعني شال عبء كبير جدا عن المواطن المصري. وهذا الموضوع طبعا مش يا معالي النايب يعني هو فكره اجتماعيه ماليه من قبل السيد رئيس الجمهوريه. يعني احنا لم نرى طبعا فكره معاش تكافل الكرامه الا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايوه مظبوط مظبوط. طيب معالي النايب، يعني باعتبارك طبعا عضو بلجنه حقوق الانسان بمجلس النواب، الاسباب او البيانات هل بيتم ادراجها بشكل غير صحيح من قبل موظف الشؤون الاجتماعيه، ولا دي بتبقى مسؤوليه وكيل وزاره التضامن الاجتماعي او عند مكتب السيده الوزيره؟ كيفيه التصحيح في البيانات؟ اتفضل معنا. شوف، هي عمليه البيانات بتبدا من الموظف الموجود في فرع الشؤون الاجتماعيه اللي في المجلس القروي او في المدينه. تمام، بتبدا من عنده، وبعد كده هو اللي الورق اللي بيبعته وبيمشيه الوزاره بتدخل البيانات ديت على الحاسب، وبيبدا المواطن يصدر له ليه فيزا ويبدا الشغل ويبدا يستلم المبالغ. احيانا الموظف ده بيبعت الورق مرتين، احيانا الموظف بيبعت الورق ناقص، المراجعه بتاعته في الورق ما تبقاش كامله، فبالتالي المواطن يحس ان هو الموضوع بتاعه ليه اتاخر لان الورق مش كامل، الورق فيه خطا. بعد كده المراجعه الرئيسيه في الوزاره هي اللي بتقدر تدخل على السيستم تشوفه ان كان مسافر قبل كده، ان كان في اصدار بطاقه، ان كان في اصدار رخصه سواقه، في ملكيه السياره، في حيازه زراعيه حاليا هم شغالين فيها. حاليا يعني الدوله تشكر ان هي بتميكن حاليا الحيازه الزراعيه وبتعمل بطاقه الفلاح، شغالين فيها حاليا، وده شيء كويس خالص ولصالح المواطن. يعني طب معالي النايب، بس يعني احنا يعني باسمي وباسم اهالي مركز المنشاه واهالي طبعا قرى عربيه ابو كريشه، يعني نستغيث الى معاليكم طبعا يعني بالنظر والتدخل في الاسباب التعنتيه اللي من قبل موظفين الشؤون الاجتماعيه بخصوص رجوع فيزا تكافل وكرامه. ان شاء الله. ايوه اتفضل ست النايب. ان شاء الله باذن الله نعرض الموضوع ده على السيده الوزيره. تمام. وان شاء الله باذن الله نتدخل في الامر. وفي طبعا الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنه التضامن بمجلس النواب، وهو شخص محترم. تمام. وطبعا هنستعين به برضه في هذا الامر، ونعرض عليه الموضوع ونعرض الموضوع على الوزيره. ان شاء الله باذن الله يتحل في اقرب فرصه للناس اللي هي ما جاتلهاش الفيزا لغايه دلوقتي، او الفيزا بتاعتها موقوفه، يعني نشوف ايه الاسباب. طب معالي النايب برضو يعني سؤال اخير طبعا. اتفضل. احب بس يعني عايز بس طرق التعاون بين السيد مدير امن سوهاج وطبعا الساده النواب في ان احنا نخصص ارقام لكل رجال السلطه التنفيذيه داخل الوحدات الحكوميه. يعني انا شفت مشاكل كتير في وحدات صحيه في مكاتب بريد لم يخصص حتى رقم شيخ البلد او عمده القريه او مامور الضبط القضائي ومؤسس الضبط القضائي اللي هو ضبط النقطه. فنرجو يعني من معاليك طبعا يعني طرح الفكره ديت على السيد مدير امن سوهاج. ان شاء الله باذن الله اطرحها على السيد المدير وعلى السيد المحافظ بصفته رئيس الجهاز التنفيذي برضه، وان شاء الله نعمل دليل لهذا الامر. هو فكره ممتازه، ومشكرين منك على هذه الفكره العظيمه، فعلا فكره مطلوبه، ويتم تحديثها بصفه دائمه، يعني عشان طبعا انت عارف المناصب القياديه دي في تغيرات بتتم فيها. تمام. ولكن يتعمل الدليل، هذا الدليل يتعمل لان دليل مهم فعلا.
طب اخر سؤال لمعاليك، القطاع الصحه في مركز المنشاه وطبعا محافظه سوهاج طبعا قطاع يثير الشك والجدل، ودي معروفه ومشكلات كثيره ظهرت في قطاع الصحه. توفير بس يعني احنا توفير دكتور لكل وحده صحيه، انا عارف ان الامر يستصعب لان كل قطاع الصحه طبعا في عجز في سوهاج في الاطباء، فعايزين بس بعض المقترحات من معاليك للسيده وزيره الصحه ان احنا على الاقل نوفر حتى دكتور لمده 3 ايام بس في وحده الصحيه. تعليق حضرتك يا معالي النايب. والله اسعد بيه، القصه ديت قصه محتاجه يعني معالجه، ولكن زي ما حضرتك اتفضلت ان هو هناك عجزا في الاطباء، فالعجز ده الموجود هو اللي عامل هذا المشكله. فهو لجنه الصحه في مجلس النواب يعني ان شاء الله يعني يمكن تدخل في هذا الموضوع وتبدا تفتحه، بحيث ان احنا لو طولنا فتره الاطباء اللي هم بيبقوا ممارس عام دوت، لو طولت الفتره بدل ما سنه تبقى سنتين، هتحل ازمه معانا. يبقى كده الدفعات هتزيد، العدد هيزيد. فان شاء الله في فكر يعني شغال في القصه ديت، وان شاء الله قريبا خالص يعني ان شاء الله هتلاقي في كل وحده صحيه دكتور واثنين ان شاء الله باذن الله يعني. بس هي المشكله زي ما سعادتك اتفضلت ان هي هناك عجز في الاطباء. فهي دي المشكله اللي بتخلي في بعض الوحدات عندنا ما فيهاش دكتور، ووحده فيها دكتور، والدكتور بيروح وحدتين، مش بيروح هنا 3 ايام في الاسبوع وهنا 3 ايام في الاسبوع. هي دي السبب في الموضوع العجز الموجود. فان شاء الله هيتحل قريبا يعني. اشكر معالي النائب عادل شهاب الشريف، عضو مجلس النواب عن دائره المنشاه وسوهاج، وعضو لجنه حقوق الانسان، وعضو احتياطي بلجنه التضامن بمجلس النواب. شكرا جزيلا معالي النائب. ارجع تاني لضيفي الاستاذ محمد سلامه. طبعا احنا لسه بنتكلم في موضوع الصحه وقطاع الصحه وبعض السلبيات وبعض الايجابيات في قطاع الصحه. عايز تعليق حضرتك او رصد حضرتك لبعض السلبيات والايجابيات في قطاع الصحه، وخاصه في المدينه التي تقطن بها هي مدينه السلام. اتفضل. واول حاجه حضرتك، قطاع الصحه يعني احنا طبعا بنشكره دلوقتي اللي هو لسه قادر اللي هو ضد جائحه كورونا، بعد ما كل الدول اللي هي الدول اللي احنا بنقول عليها متقدمه مش زينا مثلا دول ناميه، قالت اللي احنا الصحه عندنا بتنهار. في مصر هنا طبعا كلهم تكاتفوا، مثلا زي السيد رئيس عبد الفتاح السيسي مع طبعا مع اعضاء مجلس الشعب، كمان بعد العزل المنزلي بقى يوفروا زي ما حضرتك بتقول كده الادويه لحد البيت، وكمان غذاء لمده ايه 14 يوم لحد باذن الله ربنا طبعا يشفيهم. دي من ايجابيات اللي عندنا. لكن برضو من السلبيات في موضوع الصحه، احنا مثلا عندنا مستشفى السلام التخصصي، هي كانت عامه كده التخصصي كمان، اما مستشفى بتخدم 2 مليون ونص مواطن في مدينه السلام، وعندك مليون مواطن من كبار السن ومليون ونص الثاني شباب. يعني انا ماشي ممكن نقول الشباب ما بيترددوش على المستشفى كتير، لكن معظمها من كبار السن. اما كون دكاتره هناك يعني ايه عدم احترام المرضى، ده اول حاجه، واسعار الكشوفات غليت، دي تاني حاجه برضو. ده عندنا مثلا ايه في مدينه السلام في مستشفى السلام، وكذا شكوى منها كتير جدا 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 جدا. وطبعا احنا بنناشد وزاره الصحه اللي تتدخل او باذن الله بعد جائحه كورونا عدم توفر الاطباء. تمام. ثانيا ان يعني يا اما يدعوا لها حل، يا اما يرجعوا مستشفى عام تاني بسبب ان الكشوفات. مثلا انا مواطن بسيط راح اكشف كشف ب 50 و70 جنيه، يعني اقل كشف دلوقتي مثلا هنقول مثلا 30 جنيه، بعد ما كان بجنيه و2 جنيه 5 جنيه مثلا ماكسيمم بكتير قوي. تمام. لا، فاحنا طبعا ممكن نتكاتف جميعا، ومثلا من اهالي مدينه السلام ان احنا نوفر لهم مثلا المستلزمات الطبيه، يعني حتى من الاهالي للمرضى. مش عايزين بقى نقول الدكاتره، عشان الدكاتره طبعا ربنا يكون في عونهم دلوقتي بيباشروا موضوع جائحه كورونا طبعا، ونسال الله الدعاء لكل مصيبه كورونا. ده مثلا في قطاع الصحه. عندنا مثلا في قطاع الطرق، عندنا احنا دلوقتي طريقين في مدينه السلام، اللي هو طريق محور 3 طوارئ وطريق بالبيس اللي هو البي بي سي. انا دلوقتي عندي طريق عمومي فيصل بين مدينه السلام ومدينه النهضه، وفي ما بينهم مدرسه. طبعا مدينه النهضه كلها في المدرسه دي كلها اطفال وشباب، يعني لحد سن الثالث الاعدادي. اما يكون في طريق معلوش كوبري مشاه وطريق ما كملش سنه، حصلت حوالي 11 ولا 15 حاله وفاه لكلهم اطفال، ونقول مثلا بعض كبار السن، ان ازاي ما فيش كوبري مشاه؟ يعني لحد امتى يعني يوصل مثلا ل 100 200 حاله وفاه عشان تعمل كوبري مشاه؟ طبعا الكلام ده لمحافظه القاهره. يعني ده كان كمان على اول الطريق الثاني اللي هو محور 3 الطوارئ، ما بقالوش شهرين طبعا ولا 3 اشهر من الافتتاح، يحصد لحد الان اكتر من 25 حاله وفيات
غير الاصابات. يعني طارق من اول الخانكه تقريبا لحد بيرتي والمساكن ال 40 وال 50 ما يكونش عليه كباري مشاه. طب يعني انت كمان الطريق ده وسط مساكن، يعني اللي هو مش طريق مثلا عام مثلا يعني اللي هو عشان تعديه مثلا تعديه من تحت، لا ده طريق وسط مساكن طبعا. فاللي احنا برضو بنناشد ان ده يتم عليه عمل كباري مشاه، عشان طبعا الطريق هيفضل يحصد ارواح. هو يعني الغلط مش من عند اللي بيعدي، ولا الغلط من اللي سايق، الغلط نفسها من الاداره، من اداره الطرق، ان انت معلش انت عايز تسلم وخلاص. لا، فبمعنى صح باذن الله يتم انشاء الكباري المشاه عشان احفاظها لاهالي مدينه السلام والله مش اكتر. ونسال يعني كم فضل. ارجع مره اخرى برضو لمبادره معالي القريه. طبعا اثناء تواجدي طبعا في القريه قمنا بحمله تطهير لبعض المنشآت والوحدات الصحية زي مكتب البريد القرية، وحدة صحة القرية، ولو السيد المخرج في صور يعني تفيد ذلك يا ريت يعرضها لنا. كان معايا مجلس قروي أولاد سلامة، قمنا بعملية تطهير شاملة طبعا لكافة الوحدات الصحية وكافة مكاتب البريد. برضو السيد طبعا رئيس المجلس طبعا قام برضو بتطهير مداخل ومخارج القرية، الشارع العمومي للقرية، الشوارع الجانبية للقرية. ده كل اللي يعني اللي احنا بنحاول. يعني انا احب ان اوجه طبعا رسالة الى كل شباب القرى، احنا عايزين نبقى قرى عربة ابو كريشة وقرى مركز المنشأة وكل محافظة سوهاج وصعيد مصر، ان احنا نشوف كل القرى بتاعتنا في شكل حضاري وفي حالة جميلة وفي شكل يعني يليق بنا كمجتمع الصعيد في مصر. بس الكلام ده مش هيحصل ان احنا كل شويه نقول فين المجلس المحلي، فين المحافظ، فين الساده النواب. لابد ان يكون هناك مشاركه مجتمعيه ومؤسسيه للشباب مع كافه مؤسسات الدوله. لازم كلنا بروح التعاون ان احنا نعبر تلك الازمه، وان احنا نشوف كل القرى بتاعتنا زي ما انا قلت في شكل جميل وشكل حضاري. عمرنا ما هنبقى بشكل حضاري لو احنا ما تعاوناش مع الدولة، لو احنا ما تكاتفناش مع الدولة. فلا بد ان يكون للشباب وكل اهالي القرية وكل جموع الاهالي والشباب في محافظة سوهاج روح التعاون مع كافة السلطات التنفيذية وكافة السلطات المحلية. لما انا برضو ارصد من ضمن سلبيات ومخلفيات ومن ضمن سلبيات ومخلفات طبعا القرى ان السادة رؤساء المجالس بيشتغلوا في حين ان موظفين المجالس المحليه ما بيشتغلوش وما بيتعاونوش مع السادة رئيس المجلس. ده برضو امر يحزن ويؤسف كل طبعا مهتم بالقرى ونظافه القريه. احنا دايما السادة رئيس عبد الفتاح السيسي بيشيد بمجتمع الصعيد ويشيد باهالي الصعيد، ودائما الصعيد في باكوره التنميه من السادة رئيس عبد الفتاح السيسي. شفنا مشروعات عديدة وشفنا طرق عديدة وشفنا مجتمعات عمرانية عديدة، شفنا حتى في قطاع التعليم جامعات وفي قطاع الصحة مستشفيات ومدارس كثيرة ووحدات صحية وتطوير الوحدات الصحية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أرجو رسالة أخيرة، يعني أرجو من السادة الأهالي والشباب حسن التعاون والتكاتف مع جلسة الدولة. وانا اسف طبعا لطال، ارجع مره اخرى للاستاذ محمد سلامه. احنا لسه بنتكلم عن التعليم وعن السيد الرئيس التطورات التعليميه، مبادرات وزاره التربيه والتعليم، مبادره معالي السيد الوزير طارق شوقي في التعليم. طبعا بعد المقابله يعني انا سمعت سابقا قبل التصوير حضرتك قلت لي ان انت اتقابلت مع السيد وزير التربيه والتعليم. طبعا دكتور طارق شوقي اتقابلنا معاه طبعا في المدرسه الفنيه التطبيقيه. تمام، تم شرح اللي هو نظام التعليم الفني ماشي ازاي بمعنى صح في المدرسه اللي احنا فيها. جميل. تاني حاجه انا طبعا احب اوجه الشكر لدكتور طارق شوقي ان هو الوزير الحالي الفعال واللي شغال، بسبب انه كمان اللي هو ما نهاش الدراسه خالص، لا ده قدم سبل وايه وتبديل وحلول، وبالظبط الخطه وضعت في ظرف 3 4 ايام من جائحه كورونا اول ما اكتشفنا الحالات، ان بدل في انت عندك في السعوديه والكويت تقريبا لغوا المدارس على ما اعتقد. لا قال لك احنا مش هنلغي، احنا طبعا يعني هو جاي عشان يطور التعليم، مش معنى صح جت جائحه كورونا لا احنا نوقف التعليم. لا طبعا هو بدلها طبعا بابحاث، ودي كان موضوع جميل. في بعض الاهالي ما كانوش قابلين الموضوع في الاول عشان ده لسه مثلا نظام جديد،
بس هم الناس طبعا شافوه جميل جدا، وفي ناس كتير جدا 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 رحبوا بيه، وزي ما برضو الناس بترحب اي حاجه ليها ايجابيات ليها سلبيات. هو الموضوع طبعا كان مفاجئ للاهالي وتم بحمد الله، والايه والطلبه نجحت تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا نحب نوجهها للدكتور طاهر شوقي ان هو يبص على التعليم الفني شويه في مصر، يعني مش كل حاجه مثلا اللي هو ده المستقبل المصري اللي جاي. خلاص انت دلوقتي الدوله عندك بتقول ان التعيينات مفيش، احنا عايزين الايد. استاذ الاستاذ محمد سلامه، الاستاذ ايمن رشاد مداخله تليفونيه عن بعض المشكلات في قطاع الصعيد، تفضل استاذ ايمن. السلام عليكم استاذ ايمن. الله وبركاته، تفضل استاذ ايمن. طبعا قبل بس استاذ ايمن اتكلم، استاذ ايمن صديق طبعا فاضل ليا طبعا، ويعني صديقي منذ الطفوله وليه دور كبير يعني معايا طبعا ان انا يعني ان انا اصل بشكل ايجابي. اتفضل استاذ ايمن. الله يكرمك استاذ احمد، صباح الخير. اتفضل استاذ ايمن. الحمد لله. يا ريت استاذ ايمن بعد اذنك بس وطي بس التلفاز لو امكن. استاذ ايمن بس وطي التلفاز عشان اعرف اتكلم بالتليفون عشان نسمعك. ماشي يا استاذ احمد، ماشي كده سامع؟ تفضل استاذ ايمن سامع. بالنسبه لقريه الرئينة الحاجر مركز سولتا وانت رحت قبل كده، يعني الوحده الصحيه مش متوفره فيها دكتور حتى. تمام. خالص الوحده الصحيه فاضيه، اي وقت ما فيش دكتور. وحده صحيه زي قريه الرئينة الحاجر كبيره وما فيهاش دكتور بيروح خالص فيها نهائي. وبرضه المركز ما فيش برضه مستشفى كده تعالج فيها حد. عشان تروح مثلا من القريه عندنا، وحضرتك جيت عندي قبل كده كذا مره طبعا لنا الشرف، تروح محافظه سوهاج عشان تاخد وقت، تاخد لك ساعتين لو في مريض من ما يوصل المستشفى يكون يعني لو تعبان قوي يتلحق يا ما تلحقش. في عجز كامل في الدكاتره طبعا في مركز سولتا، ما فيش خالص بالذات القريه بتاعت الرئينة الحاجر، ما فيش خدمات، وبرضه ما فيش صرف صحه في القريه، في خدمات كتير ناقصة. أعضاء مجلس الشعب طبعا ما قايمينش بدورهم نهائي خالص. طيب طب ازاي من الدورة الانتخابية استاذ ايمن حضرتك يا فندم، انت عندك طبعا النائب زكريا حسان. النائب زكريا حسان، النائب زكريا حسان الراجل بيقوم بدور، بس برضه قرية زي اللي احنا فيها الحاجر فيها مستشارين، فيها دكاترة، فيها معيدين، برضه مش هو الدور الموجود. الصرف الصحي مش موجود، لينا كام سنه احنا في الموضوع ده، من ساعه ما اتولدنا هو داخلين في 40 سنه وشويه ما شايفينش فيها ده. امتى هيجي يعني الصرف الصحي القريه زي دي؟ الناس وصلت الامر واحنا لسه ما فيش صرف صحي. الوحده الصحيه في الحاجر عايزين تفتيش للوحده الصحيه في قريه الرئينة الحاجر، برضه ما فيش دكاتره خالص. افرض واحده لا قدر الله عيل صغير تعب بالليل، وانت عارف صعوبه المواصلات عندنا. ايوه طبعا. واحد اللي ما كانش مقتدر ياخد عربيه مخصوص ياخدها ب 80 جنيه ولا 100 جنيه بالليل، ما يقدرش يلحق عيله، ما فيش مواصلات. المواصلات من المغرب بتطلع على المركز والسواق. الوحده الصحيه فاضيه، اي تفتيش يروح دلوقتي لقيها فاضيه، مؤاخذه مربوطه فيها البهايم يعني، معلش يعني. طب يا استاذ ايمن هي ايه الوحده الصحيه؟ مفيش المستشفى مع انه كان. ايوه يا فندم. استاذ ايمن طب الوحده الصحيه هل هي على شكل نموذجي؟ يعني تم التطوير والتجديد فيها ولا زي ما هي كانت سابق؟ اتفضل ازاي ما يا فندم. مش سامعك رايي. الوحده الصحيه هل هي بشكل نموذجي يعني فيها تطوير ولا زي ما هي كانت سابق؟ والله موجود ما فيهاش اي حاجه، يعني انا في اسكندريه زي ما حضرتك عارف. تمام. بسافر برضه، رحت قبل كده كان ابني تعب مني هناك، رحت اللي هو مفيش اي حاجه خالص فاضيه، ما لقيتش اي حد، انت مفيش دكاتره، مفيش ممرضين، مقفوله في اي وقت، مقفول ما فيهاش اي حاجه. تمام. وعلى صدق كلامنا اي هتيجي روح من المحافظه ما هيلاقيها. وقبل كده اتكلم فيها كذا واحد بالنسبه للموضوع ده ومحدش مستجيب. برضه عندنا برضه المستشفى الموجوده في المركز بتاع سقلته، مستشفى سقلته المركزي ما فيهاش يعني الخدمات المتوفره عشان تدي جلسه نفس صناعي الطفل او حاجه الطرقه، حتى ما فيش حاجه كده يعني ادميه. عشان تروح محافظه سوهاج، المحافظه نفسها تدور على مستشفيات بقى تدوخ بقى، مش غير المستشفى الجامعه، وهي طبعا زي ما انتم عارفين ما فيهاش برضه الخدمات التامه. تروح مستشفى خاص، ما كانش معاك فلوس معلش يعني،
يعني يضيع مثلا. بس احنا طالبين طبعا من المسؤولين محافظة سوهاج يبصوا للقرية دي، القرية دي فيها مستشارين وفيها كل حاجة. أشكر الأستاذ أيمن رشاد على المداخلة الجميلة والطيبة اللي عملها لنا، وإن شاء الله نحاول إن الشكوى توصل للمسؤولين. أرجع مرة أخرى طبعا أستاذ محمد سلامة اتفضل، آسف للمقاطعة. لا لا ولا يهمك طبعا. نرجع لملف التعليم. ملف التعليم اللي أنا قصدي إن دلوقتي مثلا مصر محتاجة اللي هو التعليم الصناعي، بسبب إن خلاص دلوقتي مثلا زي ما نقول مثلا النظام اللي هو القديم بقى، اللي هو اللي انا بسميه حتى من وجهه نظري اللي هو التخلف، اللي انا اللي انت ما تمشيش على نهج حد، لا انت شوف هتنفع في ايه او هتعرف تدرس ايه. يعني مثلا انا اسف والدك او والدتك ما يغصبوش عليك انك تخش مثلا مدرسه الفلانيه، لا انت شو اقعد مع نفسك شويه. مثلا احنا دلوقتي عندنا تعليم صناعي، تعليم تجاري، تعليم اللي هو الثانويه العامه، تمام. انا ما انت مثلا مش شايف نفسك مش حلو في الرياضه، طب ليه اخش تعليم تجاري؟ ما انا كده انت هترسب يعني فاهم، بدل 3 سنين هتاخدهم في 5 و10 و20 كمان انت ونصيبك. تمام. يعني مثلا انت يبقى رايك من نفسك عشان انت اللي هتتحمل نتيجه اختيارك. تمام فهمنا حضرتك، دي نقطه تانية. وطبعا دكتور طارق شوقي عنده في ملف التعليم اللي هو بيحاول على قد ما يقدر يطور التعليم. تمام. حتى هتشوف السنه الجايه على نظام التابلت طبعا، اللي هو ثالثه ثانوي ده هيبقى اول نظام استخدام للتابلت فهمني، وهتلاقي فيه طبعا انبهار جميل جدا عشان هو فعلا نظام جميل خفف العبء شويه. تاني حاجه طبعا لو هنناشد بقى التعليم فعلا، هنناشد وزاره التربيه والتعليم العالي والبحث العلمي. انت مثلا عندك دلوقتي ولم يكن كليه الحقوق 4 سنين، حلو، خلي الطالب يدرس اول 3 سنين المواد مثلا النظريه طبعا، دي اكيد حاجه يبقى ليها دراسه، حلو، والسنه الرابعه مش توظفه، نزله تدريب مثلا مع مكاتب محامين. انت اتفق كجامعه مع مثلا مع عده مع نقابه المحامين، اللي انت مثلا انا عندي 10,000 طالب هيتخرج هنوظفهم على مكاتب المحامين، تمام، وحتى العمل مجانا للشباب، حتى منه هيتدرب ولو اجتاز خبرته 100% ويعني لو المكتب نفسه يتعاقد معايا بعد ما يخلص جيشه يرجع تاني يشتغل في المكتب. ليه؟ عشان انا اللي معنى صح انا اللي صرفت على الولد ده، وانا اللي ربيته وخليته يعرف ايه اللي هو ازاي هيشتغل بعد كده، مش اللي هو خد الاربع سنين يا ابن الحلال وشوف انت بعد كده هتعمل ايه. دي حاجه ثانيه. مثلا عندك طالب هندسه دلوقتي، طالب هندسه برده يعني انا اسف لازم يكون عليه نظر شويه، ان انا اكون مهندس قعدت في التعليم مثلا اكتر من 15 16 17 سنه، تمام، من اول الكي جي لحد ما تخلص باذن الله هندسه وجيشك كمان، انك ما توفرلوش فرص عمل، ده يعني يعني فاهمني، يعني دي حاجه طبعا المهندس نفسه كراحه نفسيه مش هيبقى مرتاح. يعني مثلا دلوقتي مطرب المهرجانات، يعني انا اسف طبعا مش بعرضهم، بس انا ما بسمع لهمش كتير، بس ده ياخد ملايين وده ياخد ملايين، طبعا ما فيش معادله بين الاثنين. فطبعا زي ما بنبص لدول نبص لدول، والاعلام برضو يتجه للمهندسين، يسيبوا بقى من الهلس اللي بيعملوا الناس التانية. تمام، ده في ملف التعليم. طب انا عايز اتكلم برضو مع حضرتك حاجه، يعني باعتبارك احد الشباب برضو، مراكز الشباب. مراكز الشباب عندنا يعني في صعيد مصر كل قريه، يعني انا ما بشوفش في جمهوريه مصر العربيه كلها او في جمهوريه مصر العربيه بس. تمام. بس المدينه والحضر بتلقى مراكز شباب كتير. جميل جدا. اما القرى عندنا في سوهاج وفي صعيد مصر كل المحافظات، كل قرية ليه ما بيكونش فيها مركز شباب؟ أو ممكن يكون مخصص قطعة أرض وبالتالي لسه وزارة الشباب تقول لك لا عايزة موافقات من لجنة الأملاك، عايزة موافقات مش عارف من المحافظة. طبعا أنت قعدت طبعا مع وزير الشباب والرياضة أكثر من مرة في اجتماعات كثيرة، بالتأكيد رؤية وزير الشباب والرياضة في مراكز الشباب اللي هي في الصعيد اللي بتاخده الصعيد طبعا تنفيذا للخطه العامه بتاعه السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. تمام. طب بص احنا اول حاجه هنرجع، هو ليه في الكوره مش كتير؟ احنا جينا مثلا لو شفنا عدد سكان مدينه القاهره او القاهره الكبرى وعدد سكان مثلا المحافظات، تمام، هتلاقي طبعا بالتاكيد ان اللي هو القاهره الكبرى اكتر بكتير، فبالتالي ضم عدد ده من وجهه نظر الوزير ضم اكبر عدد من مراكز الشباب والرياضه كمان على اعلى مستوى. ليه؟ عشان دي اللي بيتم فيها الندوات العالميه بمعنى صح. كمان انا مثلا لو اللي هو معظم الانديه او الفرق الكوره مثلا في مراكز الشباب، معظم الرياضه في مراكز الشباب، ممكن في الارياف او الكوره ممكن ما يكونش هم مهتمين بالرياضه قوي. لا يا باشا، لا يا ريس، هم مهتمين. جميل جدا. ولكن بيبقى في زي ملاعب خاصه اللي هي اللي احنا بتتأجر بالساعه ومش عارف بالساعتين، فممكن اصدق حضرتك مثلا ان اصحاب الملاعب الخاصه هم المتعنتين اللي هم ما ايه
ما ينشوش اللي هم مثلا بيوقفوا اجراءات مراكز الشباب؟ لا مش متعنتين برضه. يعني كان في مشكله اثارت قبل كده في المجلس وتقدم احد النواب ان هو دمج المراكز الخاصه ديت او الملاعب الخاصه تبع وزاره الشباب والرياضه. جميل جدا. طب ليه الفكره دي تم رفضها؟ بسبب ان اترفضت من مين بالظبط؟ من وزاره الشباب ولا من اصحاب الملاعب الخاصه؟ اترفضت. لا اصحاب الملاعب الخاصه ما اترفضتش منهم، هي اترفضت اللي سمعته من قبل وزاره الشباب والرياضه. انا مثلا كوزاره الشباب والرياضه هرفض مثلا اما فلان جاي يقول لي انا هبقى تابع ليك وانت نازل بس حد يشرف عليا، ما في فرق بين اسعار خاص واسعار عام، خلاص انا بقى انا واحد اتعممت. ما هو يا استاذ محمد الملاعب الخاصه في القرى بتقوم على فكره الربح، ما هو بيأجر الساعه ب 50 هو كده. يبقى كده الرفض مش جاي من وزاره الشباب. تمام. ده جاي من اصحاب الايه؟ من اصحاب الملاعب. تمام. انا بدل ما اخدها ب 10 جنيه لا ده انا حلو قوي كده وايه؟ تمام. وهي ب 50 جنيه نفس الساعه. تمام. ما زادتش ولا نص ساعه حتى، فاهمني؟ ده اللي انا اقصد عليه. فاكيد طبعا في ايجابيات وسلبيات من ناحيه الوزاره، او الوزاره شايفه وجهه نظر من ناحيتها وانتوا برضو شايفين وجهه نظر من ناحيتها. تمام. انت مثلا حضرتك لو في الورق اللي انت بعته للوزاره حطيت اسامي الناس اللي هيكونوا اسامي الناس اللي هيكونوا مشرفين على مثلا على اول حاجه والكباتن. استاذن برضو استاذ محمد اتفضل. تاني معانا مداخل استاذ رمضان اتفضل. سلام الله وبركاته، اتفضل يا ريس. حضرتك معاك فنان ابو زياد من محافظه الاقصر مركز نسله. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل يا فندم. والله يا فندم انا من مركز نسله معانا حضرتك، ما فيش خدمات نهائيه في حضرتك. يعني مستشفى خالص. ده في الاقصر، عندكم ده يا استاذ رمضان؟ في الاقصر ولا في قريه في الاقصر؟ قرى في الاقصر؟ ده مركز تبع. تمام. لا مركز يا فندم. تمام اتفضل يا فندم. انا بنعاني من ما فيش مستشفى خالص عندنا، حتى لو كان في مستشفى جديده حضرتك دي قالوها اللي عزل. ما فيش مستشفى اصلا، احنا بنعاني هنا لسه ده ما فيهاش مستشفى. لا يا فندم يا فندم، بس موضوع ان ما فيش مستشفى خالص دي استحاله. مفيش. انما المبنى قصد حضرتك ان المبنى موجود، المستشفى موجوده لكن ينقصها الاطباء. ما حد فين الفن الصحي؟ ادوه ما حد فن صحي حضرتك. فلو خالص هو يا ريت تفتحونا يا فندم، احنا معانا اول امبارح ما فيهاش حاجه في جلطه، رحنا مركز ادمنت جنبنا ما فيش. ومركز لسه ده يعتبر اكبر مركز في محافظه الاقصر. تمام. طيب اي في خدمات تانية برضو بتنقصك غير يعني المستشفى؟ انا شايف ان المستشفى حضرتك بتقول ان موجوده لكن ينقصها الاطباء وعجز في الاطباء. في حاجه تانية في الخدمات برضو؟ بص يا فندم في مقفول احسن مستشفى جديده في الحته. الصوت بيقطع عند حضرتك يا فندم. بقول حضرتك مركز ما فيهاش. اشكر استاذ رمضان على المداخله، وطبعا نناشد السيد محافظ الاقصر والسيد وكيل وزاره الصحه بالاقصر بالتدخل طبعا لحل المشكله وتوفير طبعا اطباء للمستشفى اللي ذكرها الاستاذ المتصل. ارجع مره اخرى استاذ محمد. ماشي اتفضل استاذ محمد. انا بس هعقب اول حاجه على كلامه بس معلش انا اسف. اتفضل. انت احنا ناشد كلنا وزاره الصحه عشان دي كده بقت مشكله عامه. تمام. يعني مش يعني مثلا حضرتك ده تاني ولا ثالث واحد مثلا يشتكي، لا ده احنا كان ناشد وزاره الصحه نفسها او منظمه الصحه عامه في مصر. رئيس وزاره الصحه دلوقتي هي رئيس جمهوريه الصحه دلوقتي المفروض في مصر، عشان ده انت عندك جائحه كورونا. يعني ماشي احنا كده بنتكلم في مشكله عامه بقى، فنناشد وزاره الصحه ان توفر اطباء وموردين حتى. تمام. بتفتح باب التطوع. لا ده يعني حتى قطعا عن كلامك الدوله يعني شفنا حمله 100 مليون صحه طبعا بتاع القضاء على فيروس سي. دي حمله جميله جدا مواجهه حتى مواجهه وزاره الصحه في قطاع الصحه. هو بص هو اول حاجه وزاره الصحه قايمه بدور فعال، الجيش الابيض هو طبعا احنا كل احترامنا وتقديرنا للجيش الابيض في المستشفيات عامه، ومثلا دلوقتي مثلا قنوات الاخوانيه بتحارد الاطباء مثلا على الدوله. تمام. ربنا قال اللي هم بيقدموا استقالاتهم والكلام ده من احيا نفس كانه احيا الناس جميعا. جميل. ما تشتغلش عشان مرتب، دي اول حاجه. يعني انت مجرد ما متعافي كورونا او عامه مصاب بيتعافى ده يعني انت كده احيت نفس، انت كنت سبب في احياء نفس. فخدها من ناحيه دينيه، ما تخليش تاثير القنوات اللي هي الاخوانيه لا كمكملين وقنوات اللي هي لا تذكر دي اساسا يعتبر. تمام. ما تاثرش عليك.
فاهمني؟ انت طبعا انت يعني انت في كل واحد في عقل، احنا عندنا نقص في بيقولوا في المستلزمات الطبيه، بس هتتوفر بعد كده، ايدينا في ايدين بعض يعني، بمعنى صح زي ما بيقولوا هنعديها كلنا مش هتعديها انت. انا عايز اضيف بس ليك حاجه يا استاذ محمد. اتفضل. طبعا اضيف طبعا للشعب المصري طبعا كل المشاهدين المتابعين، احنا عندنا شهداء كثيرين من الاطباء. جميل جدا. شهداء كثيرين من الممرضين. هو في ناس اساسا بتتمنى ان هي تموت شهداء. يعني احنا بنشوف قطاع الصحه حاليا زي كان الناس اللي بتحارب. هو احنا الناس اللي بتحارب في اخطر مرض في العالم. ده انا قلت في بدايه الحلقه ان ده وباء عالمي. فما يكون انت في الاول كانوا بيقولوا القنوات الاخرانيه لا انت ما عندكش منظومه صحيه، ده انت وانت وانت وانت، لا انت مجرد ما جه الوباء وريت لهم فيها منظومه الصحيه عامله ازاي. اي نعم فيها حبه اللي هو الجانب السلبي، بس عندنا الايجابي اكتر، انك انت عندك بريطانيا وايطاليا في اول الوباء قال لك احنا تركنا الارض، تركنا الامر الى قاضي السماء. فاهمني حضرتك؟ اما تكون انت لسه صامد، انت مثلا بتقول دلوقتي ان مفيش مستشفيات بتستقبل حالات، هو فيه بس مش كتير، او معنى صح بدا يقل، ودلوقتي بقى العزل في البيت. وبرده انا ذكرت في بدايه الحلقه ان اكيد طبعا السيد الرئيس ووزيره الصحه ومع الساده النواب اللي هم دلوقتي موفرين العلاج الخاص لحد منزلك واعزل نفسك في بيتك. هم قالوها كده طبعا وعلى الارشادات التلفزيونيه وفي المترو وكل الحاجات دي بتتقال، ان عشان اكثر استخداما او اكثر حاجات استخدامه الشعب المصري طبعا كله بيستخدم المترو، كله بيشاهد التلفزيون. فاهمني؟ فالارشادات الاعلام والتلفزيون كان ليه دور برضه في ان احنا نساعد الدوله ونساعد الحكومه. هو ليه دور من كذا جانب على الفيروس. هو حلو، هو طبعا يعني دوره كبير تمام، بس انا مثلا كاعلام يعني ايه اطلع ولو اناشد الناس، انزل في الشارع مش اطلع الشاشه بس. انا ايه فايدتي ايه طلعت على الشاشه قلت كذا كذا؟ لا انا انزل بقى، انزل مرسلين من عندي طبعا بالوقائيات والاحترازيه اللي هو يوزعوا مثلا البروشور، يوزعوا اللي هو يوعوا الناس بمعنى صح. لا انا شفت في حلقات كتير يعني على التلفزيون في برامج اخرى في كل القنوات بشوف طبعا برامج معينه بتنزل مراسلين بترصد، بتشوف حتى التطهير، بترصد لنا اشكال التطهير، صور التطهير، العلاج، كل حاجه بشوفها. يعني انا شايف ان الاعلام في هذه الفتره ايجابي جدا مع الفيروس. هو بص، هو لازم احنا قلنا في الاول ان كل الناس تكون ايجابي، ما فيش حد يكون سلبي. ده احنا انت في مركب، لو حد عمل موقف غلط المركب كلها تغرق عموما. فاهمني؟ فلازم كمحمد سلامه او استاذ اسعد لازم كله لا يكون ايجابي، ويشوف هو يقدر يساعد بايه، مالا او جهدا او عطاء او حتى يعني. انا مثلا محمد سلامه عبد الرحمن، انا عندي شباب في مدينه السلام عامله اللي هي مخليه نفسها بس 24 ساعة في ال 24 ساعة اللي هم يساعدوا الناس اللي هم مصابي كورونا. احنا اتصل بينا بس واحنا نوصل لك طلباتك مجانا. فاهمني؟ يعني تكاتف يعني حاجة جميلة جدا طبعا، واللي هي منشأة بتبتدي من مدينة السلام. ده أهم حاجة في الفترة اللي احنا فيها ديت هو دور الشباب. أكيد طبعا. الدولة عندك 70%، بص أنا أقول لحضرتك، أنت عندك 70% شباب، أنت عندك ثروة شبابية يا تستغلها يا مش يعني زي ما بيقولوا حضرتك كده مش هتتقدم. الدولة لن تنهض ولن تقوم إلا بسواعد أبنائها أو بسواعد شبابها. أنت كمان عندك يعني أنت العكس بينك وشو، ألمانيا دولة متقدمة صح؟ عندك 70% عواجيز و30% شباب، ما بالك بقى أنت عندك الشاب المصري حطه في أي مكان هيشتغل. والله العظيم وأنا جاي النهاردة، وأنا جاي مثلا من ميدان جهينة لحد بوابة 2 مثلا مدينة الإنتاج العالمي، واحدة ست هي اللي سايقة السوزوكي. يعني قال يعني إيه نخش بقى دول مرة؟ يعني انا حتى استعجبت والله واتكلمت معاها، وطبعا صورنا فيديو مع بعض ان يعني مثلا انا برضو زي ما عندنا شباب واعي عندنا شباب سلبي، اللي انا اللي هو من ماشي في دور ده ما فيش شغل، ده ما فيش لا انت هو في شغل بس انت عايز تشتغل مدير، لا ما ده مش متوفر يعني. اما اللي قبلك عملوا ايه؟ معلش انا اسف، اسال والدك. انا مثلا عندي كوالدي برضو طبعا زي ما اقول لحضرتك راجل عصامي خدها من اول خالص، ويعني حاول يقدم اللي هو عمله يعني بيعطيه لابنه يعني انت ايه من غير مقابل. يعني مثلا ما فيش حد هيخاف عليك فعلا قد الاهل، فاهمني؟ وهيدوك كل حاجه من غير مقابل. تمام؟ ده اللي انا قصدي عليه. يعني حتى دور المراه دلوقتي يعني مثلا انت عندك برامج التيك توك دلوقتي بقت شباب كلها بتقدم محتوى تافه وحاجات تسيء للدين. أيوة كمان زي الفيديوهات قريب واتحالت للمحاكمه. لا عندك قضيه تدعو الى البغاء الفاحش حاجه حسام كده تقريبا. فاهمني؟ يعني معلش انا اسف، اما يكون بنت لسه عندها 20 سنه ولا 21 سنه تطلع تقول كده. اما الجيل دي هتبقى ام ازاي؟ الجيل اللي جاي كله بيعمل ازاي؟ شوف الفرق بين البنت دي وسائقه الميكروباص وانا جاي النهارده، في فرق رهيب ما بينهم هما الاثنين. طبعا انا بتفق مع حضرتك وكلنا نتفق جميعا اكيد طبعا ان المراه
كان لها دور كبير في وبقت نص المجتمع دلوقتي طبعا كورونا والقضاء عليه من حيث الحس وعدم النزول من المنازل وحس اهل البيت والنظافه والتطهير داخل البيت فكان ليها دور كبير. بص حضرتك المراه من قيمه كام سنه من اول هنقول مثلا من اول فتره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدات تخش الوزراء ايوه الوزراء. شفنا وزيره شفنا محافظه شفنا نائبه شفنا وكيل محافظ. احنا عندنا مثلا في مدينه السلام النائبه شاديه خضير فاهمني شاديه خضير الجمل يعني دي حتى هي نائبه في مدينه السلام حاجه على ارض الواقع او اللي انا مثلا شايفها او ملموسه فاهمني. ده جزء تاني ان خلاص بقى ندي بقى فعلا الحريه للمراه بس باحترام مش زي اللي هي حنين حسام لا خليكي زي المراه اللي هي المكافحه فعلا اللي عايزه تطلع بجيلها اللي هو ابقى ام فعلا ناجحه مش يعني انا اسف دي ايه اما تخلف هترمي عيالها او هتطلع تصور بيهم تيك توك فاهمني. لا طبعا احنا بنناشد طبعا ان يكون في تربيه اثريه كويسه ما يكونش اللي انا ايه مش اللي هو يعني زي ما اقول لك كده اللي ربى خير من اللي عبى بس مش لا حتى في المشاركه السياسيه يعني شفنا المراه سمعت طبعا امينه المراه في حزب كذا جميل طبعا عضو في حزب كذا لسه قايلين بقى ليها مشاركات سياسيه طبعا غير العهود السابقه يعني احنا لم نرى المراه يعني إلا في عهد كافة السيد التقدم صحيح. وفي كافة المناصب القيادية إلا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو السيد الرئيس اهتم بالمرأة والشباب تمام. انت حتى هتلاقي الفترة الأخيرة كلها منتدى شباب العالم بيضم من جميع من أكثر من مرة المنتدى لا من أكثر من 140 دولة فيها شباب. حضرت فيها أستاذ محمد المنتدى؟ حضرت فيها قبل كده فاهمني. يعني حاجة تانية اللي أنا حابب أوصلها لحضرتك إن يعني وأقدم دلوقتي عندك تنمية مشاريع منتهى الصغر مش دي شباب برضو انا اروح اقدم وري هي ممكن لو فكرتك جنب في ناس تقول لك ما بيتوافقش عليه ليه ما انت ممكن ما تكونش مقدم فكره او محتوى ان الدوله محتاجاه انت قدم شوف الدوله ناقصها ايه وقدمه ويعني اكيد طبعا الدوله مش هتكون ناقصها حاجه مش يعني مش هتخليك هتساعدك انك تعمله ما انت هتتقدم بيه انت والدوله مش انت لوحدك فاهمني. والبنوك الدوله برضو مسهله قروض فاهمني. حتى دلوقتي من ناحيه ثانيه معظم الشباب بتاخد عربيات قسط وتشتغل مثلا فيها باوبر او كريم اول حاجه ما تعتمدش على دي اعتماد اساسي. في جائحه كورونا كل الناس اشتكت من اوبر وكريم اوريدي كانت هتقفل فاهمني. معلش انا اسف يعني انت عليك قسط 5 سنين هتسدد الباقي منين طبعا ربنا اللي هيرزقك وكل حاجه بس زي ما بتشوف لها من ايجابي شوفها من السلب. اهم حاجه اي قبل ما تعمل اي حاجه ادرسها عشان ما ايه ما يحصلش اي تلابس في الاخر. في نهايه الفقره اشكر الشاب الطموح محمد سلامه ربنا يخليك رئيس منتدى الشباب مدينه السلام وطبعا اشكر كل العاملين بقناه الصحه والجمال. اشكر استاذ محمد الملكي مدير الدعايه والتسويق بالقناه. اشكر استاذ نصر الشاهد مدير البرامج. اشكر رئيس القناه الاستاذ عبد الحميد توفيق. شكرا لكم جميعا. شكرا اعزائي المشاهدين لحسن المتابعه والى لقاء اخر في حلقه جديده في برنامج الراي الاخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.